Remède maison. الهالات السوداء حول العينين أو سيرن عنوان فقرتنا لليوم. الهالات السوداء حول العينين من الأمور المزعجة واللي بإمكانها تشوه جمال الوجه مهما كان حلو، وهي بتنتج عن التعب، الحساسية، التعرض لأشعة الشمس، وبتظهر أيضا خلال الدورة الشهرية والحمل، كما وأنه عامل الوراثي بيلعب دور بهالموضوع هيدا. وسبب ظهورها هي كمية عالية من الميلانين اللي بتصبغ البشرة. شو ممكن نعمل لنخفي هالهالات السوداء؟ مطلوب منا اولا وضع كمادات باردة على العينين مدة 5 دقائق، مع تكرار هالعملية عدة مرات يوميا. الكمادات الباردة بتضيق الشرايين الدموية وبالتالي بتساهم بانحسار مساحة الجزء الغامق. فينا كمان نخفي هالهالات باستخدام كريم اساس سميك او ما يعرف بالكاشسيرن، والافضل نختاره افتح بدرجة من لون البشرة اذا بدنا نوضعه تحت الفوندوتان او كريم الاساس. أما إذا كنا بدنا نستعمله بمفرده، من المستحسن نختاره من نفس لون البشرة، ومن بعدها نوضع طبقة رقيقة من بودرة الوجه حتى نثبت الكاشسير. لنخفي هالهالات السوداء مطلوب منا نستعمل كريم واقي من الشمس، إكران سولير ذات مؤشر 20 على الأقل، لنمنع الشمس من تسمير منطقة تحت العينين. نستعمل كريم سميك مخصص لمنطقة العينين، وممكن أيضا نستعمل كمادات من منقوع البابونج لمدة 5 دقائق عدة مرات يوميا، لأنه البابونج أو الكامومي بيساهم بتفتيح لون البشرة.